بأجواء من الفرح والمحبة يستمر مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا الذي أقامته غرفة صناعة دمشق وريفها في المتحف الوطني باللاذقية، حيث شهد اليوم الرابع حضورا كبيرا من زوار المهرجان للتبضع والاستمتاع بفاعلياته وأجوائه. يوم الجمعة يوم عطلة المدارس، فحيكون في لسه ما تزال يعني القصائم لدخول على السحب على الليرة الذهبية عم تتوزع من الشركات المشاركة بالمهرجان. كل حدا بيشتري بقيمة 3000 ليرة فأكثر بيطلع له كوبون بقيمة 3000 ليرة ليدخل السحب على الليرة الذهبية. الوجوه عم تتكرر مبين من مهرجان لمهرجان خلال كل 3 شهور عم يرجع ويتنعاد النفس. هاي دليل على ثقة المواطن بهذا المهرجان، يعني الأسعار اللي عم تتقدم هون بالنقص عن السوق بأي سلعة اللي كانت شيء لأي سلعة اللي كانت، في فارق 100 ليرة كسعر للمستهلك، يعني فارق كتير كبير، يعني بالنسبة للسلعة حقها 500 ليرة عم تاخديها هون ب 400 ليرة. سبب المشاركة هي دخول المنتج من المصنع أي مصاحب المعامل إلى المستهلك بشكل مباشر. نسبة الخصومات عم تتجاوز بين 25-35%، أي نخصم هنالك الجملة وجملة الجملة والنخل. في هذه الحالة يكون المستهلك مستفيد في مشاركتنا بالنسبة لمهرجان التسوق، ويحصل المستهلك على أسعار منخفضة ويرى الحسومات مباشرة من إلى المعامل إلى أصحاب الدخل المحدود. في كثافة من الزوار لأنه المهرجان بشكل كامل، يعني كل الشركات عم تقدم عروض منافسة وعروض قوية، يعني نحن عنا حسومات عم تتراوح بين 35-40% على كافة منتجات شركة الحموي للأدوات المنزلية. نحن تشكيلتنا واسعة حوالي 50 منتج من شركة الحموي لكافة الأدوات المنزلية لست البيت. الأقبال كل يوم عن يوم عم يزيد، المستهلك عم يلمس فرق بالأسعار بين برا وجوا، المشتريات بحالة تزايد وتصاعد، النسبة الشرائية كتير كبيرة. المنتجات طبعا مثل ما قلت لك هي منتجات أساسية وضرورية لكل ست بيت، وطبعا بالمواصفات السورية القياسية المعروفة. يعني كتير مهم إقامة هيك مهرجانات لأنه إحنا كل العالم ضدنا وفكرين أنه إحنا عايشين بالحرب ووضعنا ماله منيح، لا بالعكس العالم عم تروح وبتجي وبتشتري وبتاكل وبتشرب وأمورها كلها تمام. عبر الحضور عن رأيهم في المهرجان بأنه تظاهرة حضارية من حيث المنتجات المعروضة وجودة البضائع والأسعار قياساً بمستوى دخل المواطن. رائع، يعني عن جد تشتري كل الأدوات المنزلية اللي تحتاجيها من كل شيء فيه. كيف شايف الأسعار؟ ماشي حالة مقبولة. والله المهرجان رائع، كثير كثير بجنة. والله الأسعار أرخص من السوق فيه، يعني هلأ مثلاً مثل التياب أخذت قطعتين بحق قطعة واحدة. والله الأسعار مناسبة بالنسبة للسوق، الأسعار مناسبة جدا وخصومات مقبولة. يعني امبارح كنا بالمول واليوم هون لقينا فرق منيح بالأسعار. المهرجان كتير كتير حلو والأسعار كتير مناسبة، يعني عم نطلع لبرا منشوف الأسعار وجينا لهون شفنا الأسعار كتير كتير مختلفة، ونتمنى على طول يكون في هيك مهرجانات بتساعد العالم، يعني على القليل بتلاقي الفرق كتير بالأسعار. صنع في سوريا مهرجان يعمل على التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك والإقبال الجيد من الناس على شراء الأصناف المعروضة فيه، وخاصة أن المنتج السوري يتمتع بمواصفات جيدة تحوز ثقة المستهلك.